السلام عليكم بنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والاحوال مزيانه. اليوم ان شاء الله عم نبدا معكم الدرس الرابع في لاربيكم. هنحتاجوا نفس اللوازم اللي استعملناهم المره اللي فاتت، المقص والبريب النوعين والحرير او الخيط اللي كتستعملوه اللي بغيتوه، مرمى والتوب. طبعا بقاو معايا، انا غنحرق المرحله ديال التقطيع وديال السلان حيت بقنا عملناهم في الفيديوهات اللي فاتوا. ما كاين علاش نطولوا الفيديو ونرجع مع بعض ان شاء الله بحول الله. بقاو معايا.
شكون هي عندنا 5 1 2 3 نعود ونصور كما 1 2 3 4 5 عندنا 5 دابا نهودو بخمسة دابا حنا وصلنا لخمسة ونبدا نرجعو نفوتو هاد الخيوط اللي يعني عندنا هنا ونضربو هنا الأول كنبداو من هاد الجهة وكنبقاو ندوزو وبعدين كنطلع هيدا ثاني غنرجع هيدا وندوز هاد الطريقة هادي أولا بإمكانك تخشي الخيط هنا وتبدأ تبقى ديما فما توصل لهنا تخشي الخيط وتطلع بحال دابا هنا أنا خدمت هيدا ملي يعني نوصل لهنا نخشيها تحت هاد الهرم اللي عندي هنا ونرجع عاوتاني نخشيها نوصل لهنا يعني إلا بغيتي تخدمها غير فهاد الجهة أنا هيدا باش نجيني سهل حيت عندي أصلا هاد الخيط غلط عمل الحرير على 4 هطلع الثانية نديرو دابا الطلعة الثالثة على الرابعة عندي الطلعة الخامسة وهي الأخيرة هيدا دابا عندنا نهود ها كيقول الخيط هاد الخيط ديما اللي يبرا خاصها تكون في وسط دورة الخيط دابا عندنا نهودو دابا عملنا هنايا 5 دابا غادي نهاودو هادي بالنسبة انا عملت هاد القياس الا كنتي مزيانة كبرتيها مثلا عندي اكثر من هاد المسافة هادي يمكن لك تضوبو كل مرة تضوبل هنايا مثلا هنايا مثلا غنضوبل جوج غنوصل لهنا نضوبل جوج غنوصل هنا نضوبل جوج ونتينا هوادا المهم خاصك غير تحترم القياس والسلام قلنا وصلنا هنا دابا غادي نهاود 4 دابا 3 دابا 2 دابا 1 نتمنى الشرح يكون واضح
لبست هذا الخيط، وعند ربي دابا باش نخدم اللي موراها. عندي هنا thank you.